شباب لما تيجي الناس تقول لك ايه علاقة التلاجة ما بتبردش من تحت بان التلج هو اللي حايش التبريد؟ بص يا جماعة دي الفتحة بتاعت التبريد اللي تحت، بص اهي مليانة تلجة، بص مليانة تلجة مكفولة. يبقى اذا اللي بيمنع التبريد وصول التبريد لكابينة التلاجة تحت هو تراكم الجليد او تراكم التلج في الفتحات. طبعا تقدر اسباب التراكم دي كتيرة، سدد الصرف، تلف السخانات، تلف حساس التلج، تلف التايمر. ولكن الناس اللي بيقول لك ايه علاقة انعدام التبريد بالتلج، هي دي العلاقة، دي الفتحة بتاعت نزول الهواء البارد تحت مكفولة، هي بالتلج مكفولة بالجليد. التلاجة دي طافية من امبارح العصر ولحد دلوقتي مليانة جليد.